يقول: ما فرض صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بدون طواف؟ لا أصل لهذا ولا يشرع هذا. صلى خلف مقام إبراهيم للطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من الطواف صلى عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. يقول: طلب مني شخص أن أقدم عليه الولد الصغير، فوافقت وقبلت المريض، ثم وجدته نظرا من المال فألف مال مال. ما دام هدية، ما دام هدية خذ هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويحث على الهدية بين الأصدقاء والأصحاب، لأنها تورث المودة والمحبة. نعم.